أغطي هذا المساء الجميل من خلال انطلاقتي مهرجان البيت متوحد لسن الحجائج ولمساوة 3 كيلومترات الثالث من شهر 10 لعام 2024 للميلاد. هذا المساء الذي شهدنا من خلاله انطلاقتي مهرجان البيت متوحد لسن الحجائج تسعيرتي هجن الرياسة الأولى، نذكر بالتوقيت الأفضل والأجمل مع مدهال رامس بن محمد بضبيب العامري ب4:20 و7 أجزاء من الثانية. هو صاحب التوقيت الأفضل والأجمل من مقيض الدار. تهانينا وسلاماتنا لأبناء الظفرة على بركة الله وتوفيقه. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، متابعي قناة ياسر الرياضية في الوطن العربي الكبير، تعلن هذه الانطلاقة وتسير هذه الأسماء مباشرة مع هذا الشوط، شوطنا 17 والخاص أيضا بالجعدان. هنا ننطلق من خلال مقيض خارج الدار مباشرة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط. مهول حمد بن سالم بن محمد إلي ديلي في المركز الأول، بينما المركز الثاني وصل في ثاني المراكز وتقدم هناك القادم بكل قوة الواصل بهذا الأداء على المركز الثاني هملول سعيد بن محسن بن بخيت بالسلمي العامري يتقدم والقادم من البوابة 11، بينما المركز الثالث وصل في هذه اللحظات وتقدم ايضا مصوب خليفة بن حميد بن محمد البلوشي وصل وتقدم ايضا يقدم لنا هذه الانطلاقة، بينما الدخول الاخر والوصول من طويق عبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي بدأ يتدخل من عمق الميدان، عينه على مقدمة هذا الشوط ولع. يا سلام على هذا الأداء، شكرا اتحادي سباقات الهجن على التنظيم الرائع وعلى الأفكار النيرة الصائبة دائما في عالم سباقات الهجن، والتي نشاهدها ونلتمسها ونشاهدها بالعين المجردة. الله 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 الله، يا التحدي المثير المبكر مع الشوط 17 مباشرة إلى مقدمة الشوط اللي غير الصدارة والمركز الأول. مهول حمد بن سالم بن محمد علي ديلي يتقدم في المركز الأول، علي ديلي يقود هذه الأسماء، بينما الدخول والوصول شوفوا التحديات المثيرة. القادم في هذه اللحظات الواصل هذا عقاب سعيد بن ناصر بن محمد الخميسي، الخميسي وصل وتحدى، ولكن هنا الشهم أحمد بن عبد الله بن ناصر الهاشمي يصل، الهاشمي يتواصل. شوفوا الوصول جديد، شعار بوط الناف، شعار بوط الناف القادم من السلطنة مع السليماني مظفر بن سعيد بن سالم الوهيبي. الكيلو متر الأخير، الكيلو متر المثير. الله 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 الله، يا هذه الأسماء، طويق عبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي يصل، الهاشمي يتواصل، ولكن هنا ايضا زيزوم حمد بن سيف بن فالح بن راشد الشامسي وصل زيزوم، وتدخل هنا شاهين ابراهيم بن سعيد بن سلطان الغفيلي يصل، وايضا هناك الليث حمد بن سيف بن محمد بن عيف اول اذاعه لشعاري بن عيف، ولكن الهاشمي، الهاشمي على الصداره، الهاشمي على المركز الاول. وصلت الاسماء بن شامس، بن شامس، بن شامس يصل في هذه اللحظات، يتقدم حمود بن عبد الله بن شامس الوهيبي يقدم لنا هذا الاسم متعود، وصل متعود، وبن عيف يصل، وبن فالح يصل، يا لها من اسماء قويه. شوفوا الدخول، بن شامس متعود، ابناء الزهره يتقدمون، والليث لحمد بن سيف بن عيف يصل في هذه اللحظات، ولكن بن شامس حمود بن عبد الله بن شامس الوهيبي مع متعود، مع متعود، متعود على المايل من يوم شدوه بالفعل يتقدم على المركز
الاول حمود بن عبد الله بن شامس، تهانينا لابناء الزهره هناك في ولايه المضيبي، وتهانينا لعبد الله بن شامس. الو هيبي، سلام يا حمود، سلام سلام يا ابو عبد الله، سلام. ما شاء الله تبارك الله، اندفاع تلقائي، اداء متميز حمود بن عبد الله بن شامس المحاربي، تهانينا. والناموس المركز الثاني الليث حمد بن سيف بن عيف، المركز الثالث وصل في المركز الثالث. المركز الثالث كان دخوله جميل للغاية، زيزوم حمد بن سيف بن فالح الشامسي. المركز الرابع ايضا منه سعيد بن سالم بن علي بن سالم الوهيبي. والمركز الخامس شاهين لابراهيم بن سعيد بن سلطان الغفيلي. يا سلامي عليك يا بن شامس، مشكور يا حمود، مشكور يا سالم، يا بن عبد الله، يا بن شامس، يا الوهيبي. ابناء ميدان الزهره هناك يحتفلون بهذه الاندفاعه حينما طلب جوله الاوامر. 4 دقائق و31 ثانيه، 5 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لحمود بن عبد الله بن شامس ولسالم بن عبد الله بن شامس المحاربي على هذا الفوز. شكرا ايضا للدعم لهذا الشعار عبد الله بن شامس على هذا الاداء. 4:33 4 اجزاء من الثانيه. حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري، الليث قدم عرض رائع وجميل. البوابه 11 دائما لا تغيب عن المشاركات في المهرجانات. المركز الثالث، نشوف المركز الثالث، كان دخول جماعي، ولكن هنا 4:38 وفاء وتماما وكمالا زيزوم حمد بن سيف بن فالح بن راشد الشامسي. والمركز الرابع وصول ودخول جميل هناك من خلال وصول منه سعيد بن سالم بن علي بن سالم الوهيبي. 4:38 بالوفاء والتمام والكمال. المركز الخامس ايضا من قدم في خامس المراكز شعال الغفيلي، وصل هناك من خلال هذا التواجد شاهين ابراهيم بن سعيد بن سلطان الغفيلي ب 4:38 38 ثانيه و30 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس. هكذا هذا الشوط شاهدنا من خلال متعود حمود بن عبد الله بن شامس المحاربي، استطاع ان يظهر بهذا الشوط، شوطنا 17. الشوط 18 في هبة الاستعداد هنا مشاهدين الاعزاء كما